هو قال عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقال هو عليه الصلاة والسلام استعمل لو، لما جاءت حجة الوداع وقد ساق الهدي معه من المدينة، فأمر من لم يسق الهدي معه أن يحل من إحرامه وأن يجعلها عمرة. فلما عظم ذلك عليهم قال عليه الصلاة والسلام وهو على المروة، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم. فالذي نهى عن قول لو عليه الصلاة والسلام هو نفسه قالها. هذا يعني أن النهي عن قول لو ليس على إطلاقه، لكن نجمع أقوال أهل العلم في القضية. تكون قول لو محرما مكروها، محرما أو مكروها حسب الأحوال، إذا كان تلهفا على الدنيا أو جزعا من المقدور. إذا كان تلهفا، والتلهف على الدنيا إذا كان تلهفا على الدنيا أو جزعا من المقدور. التلهف على الدنيا يقع على ضربين، إما طلبا وإما هربا، إما طلبا وإما هربا. طلبا كان يقول مثلا أستاذ وائل، يأتي أحد ويقول: لو أني فعلت كذا لحصل كذا. جميل. لو جئت مبكرا لأعطاني مكافأة. طلبا، هذا طلبا. جميل. هربا بالضد، يقول: لو أني فعلت كذا لما حصل كذا، يفر من شيء قد وقع. ففي الثانية يعني يتجلى قضية الجزع من المقدور، وفي الأولى يظهر التلهف على الدنيا. التلهف على الدنيا في هذه الحالة يصبح استخدامها إما محرما أو مكروها. لكن عندما يكون الإنسان يتمنى شيئا من الطاعة فهذا لا يمكن أن يسمى حراما، عليه يقاس قول النبي صلى الله عليه وسلم على مفهومه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقال: لو كان عندي مثقال كذا ذهبا لما بت 3 أيام حتى أنفقته في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن نبي الله سليمان أنه قال: لأطوفن الليلة على 199 امرأة تحمل كل منهم منها تحمل كل أنثى بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له بعض من حوله: قل إن شاء الله. فلم يكتب لنبي الله سليمان أن يقولها، فلم تأتي أحدهن بولد إلا واحدة منهن جاءت بنصف أو بشق رجل. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قالها لجاء فرسانا يجاهدون في سبيل الله أجمعون. فهو عليه الصلاة والسلام قال لو هنا، مع أنه قال إن لو تفتح عمل الشيطان. ففقه الأحاديث فهمها وبيان المراد النبوي منها لا يكون بأخذ حديث وترك البقية، لكن يكون بجمع أحاديث الباب، ثم ينظر ذلك الفقيه ذلك العالم ذلك المتأمل في تلكم الأحاديث، يستنبط منها شيئا لا يجعلها متعارضة بعضها مع بعض. وهذا الذي قلناه حرره كثير من الأئمة، حرره الإمام النووي، حرره القاضي عياض، حرره الحافظ ابن حجر، كثير من أئمة المسلمين لما والعين في شرح صحيح البخاري، كل هؤلاء توصلوا إلى هذا الأمر جمعا بين أحاديث المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا في الحديث النبوي.